تمرين في تطبيق الخاصية شكل كمعًا جيدًا في الشكل المقابل. شي اللي درناه كنا نديروه مقبل فقط تمارين مباشرة. تمعن جيدا في الشكل، دائما قلنا في الهندسة شو يعطينا؟ يعطينا أشكال هندسية، ما يعطيني الشكل الهندسي يقول لك أنشئ أو أرسم، في الهندسة لازم يكون عندي الرسم، إذا ما رسمناش ولا ما كانش عندي الرسم يعني ما نقدروش نطبقه ولا نحسب. شو عطاني؟ قال لك المستقيمان ار تي و بي سي كيفاش دايرين؟ متوازيان، إذا أعطانا التوازي. من بعد شعطانا؟ أعطانا أربع أطوال، أعطاني أ سي، أعطاني تي سي، أعطاني أ بي، تي أر. المطلوب مني حساب الطولين بي سي و أ أر. إذا حساب شكون هو الطول الأول اللي نحسبه؟ بي سي. نحسب بي سي هو الأول من أ سي. هاش قال لك احسب الطولين بي سي و أ أر. الأول زوج ثالث. احترام تسلسل الأسفل. الخطوة الأولى اللي نديروها في الرسم شنو نديرو؟ شنو نديرو؟ قبل ما نروحو، قبل ما نروحو ندير شنو ندير؟ صيد توازي. قبل ما نجاوب هنا شنو ندير؟ نعين الأطوال، نعين الأطوال في الرسم، نعين الأطوال في الرسم. عندي آسي، ها هو آسي 6 سنتيمتر. عندي تي سي 3 سنتيمتر. عندي أبي 4 سنتيمتر. وعندي تي آر 7.5. إذا هذا الطول هو أبي. أي دروك شنو نروح نطبق؟ نطبق الخاصية تاعنا المباشرة، خاصية هي اللي هي خاصية تناسبية الأضلاع المثلثين المعينان بمستقيمان متوازيان ويقطعهما قاطعان غير متوازي. أي باش نطبقها شنو لازم يكون عندي؟ لدينا بي سي يوازي ار تي. اذا الشرط الاول هو التوازي. الشرط الثاني الانتماء او النقاط على استقامه واحده. ندير الانتماء سي تنتمي الى ا تي زيد بي تنتمي الى ار. اي بتطبيق الخاصيه نجد اي شنو ندير؟ شنو ندير الان؟ النسب شحال عندي من نسبه؟ ثلاثة. شنو قلنا نديرو حاجة الأولى؟ الرأس المشترك شكون هو؟ الأق أربعة مرات. سيد أ سي تي بي الآر سي تي سي تقابلها البي والتي تقابلها الآر سي بي وتي آر. الآن شنو ندير؟ بالتعويض نجد نعوض الآن تعويض عددي آسي 6 آتي آتي كم؟ آتي ها هو آتي شحال الطول تاعه؟ 9 اللي هو 6 زائد 3 آبي 4 آر ما عنديش سي بي ما عنديش تي ار 7.5. شنو قلنا ندو؟ ندو الان نسبة نسبة شكون هي النسبة؟ النسبة اللي فيها المجهول ونسبة معلومة. شكون هي اللي فيها المجهول؟ ها هي نديها مع هذه. اذا شنو نكتب؟ 6 على 9 نجمع 6 مع 3 شنو تعطينا؟ بي سي على 7.5. اذا بي سي شنو تساوي؟ 6 في 7.5 على 9. هيا حسبوا لي بي سي شحال يعطينا؟ 5 سنتيمتر. بعد ما حسبنا الطول اذا الان شنو نروح ندير؟ حساب ار. هاي كيفاش نحسب ار؟ ار ها هو ار. كيفاش نحسبه؟ شنو ندير؟ بي ار. بي ار كيفاش نحسبوه؟ نديرو ربعه على ار ونديرو هذاك ممتاز. نعاود هي راهي ار ضلع تاع مثلث ولا مش ضلع تاع مثلث؟ ضلع تاع مثلث. نعاود نخرج نديرو التوازي والانتماء ونخرجوا النسب.
شكل بسيط ولا غير بسيط ولا مركب؟ بسيط. دروك مادام راه بسيط شنو ندير؟ شنو ندير؟ من النسب هاي شنو نكتب هنا؟ نعلم ان 6 على 9 شخصني انا خصني ار تساوي 4 على ار. ومنه ار دروك ما نعاودش كاع نكتبها. من النسب السابقه شنو ندير؟ ندي نسبه المتساويه اللي فيها المجهول تاعي. اي ار تساوي 9 في 4 على 6. اذا ار تساوي 6. شنو تحسبي؟ ار من بعد بي سي. عادي الزوج غير كيف كيف. إذا حسبنا ار هو الاول ثاني بي سي نعلم ان النسب بي سي تساوي النسبة عادي. صحيح. شكون اللي عنده سؤال؟ ها هما عندنا ثلاث نسب في طالس. عندنا ثلاث نسب نعوض النسبة الأولى والثانية والثالثة نعوض الأطوال. 6 على 9 ها هي قالنا آسي على آتي. هاي آتي صح. خصنا آتي خصنا آتي. ها هو آتي. آتي ماذا يساوي في الشكل؟ يساوي آسي زائد سيتي قطعة مستقيمة. سي تنتمي إلى آتي. بنحسب طول المسافة ما بين أ و تي. نحسب المسافة ما بين أ و سي و سي تي. أ سي شحال تساوي؟ 6 و سي تي 3 شحال تعطينا؟ 9 صحيح؟ بي آر. آه مثلا حساب مثلا الان طلب منا حساب بي ار. هاي بي ار هذا الطول شنو يساوي؟ الطول الكبير هذا عندي ولا ما عنديش؟ عندي ولا ما عنديش؟ صحيح عندي. ها هو ديجا حسبناه. اذا ا ار شنو تساوي؟ تساوي ا بي زائد بي ار. ا ار عندي ولا ما عنديش؟ اللي هو 6. ا بي 4 زائد بي ار. بي ار شنو تساوي؟ 6 ناقص 4 شنو تعطينا؟ صحيح. علاه؟ شنو وظفنا؟ وظفنا معادلة لحساب. هنا شغل سدنا وظفنا المعادلات. 4 في 3 بتحسبي بي ار؟ لا لا. تطلع بالك في جميع الحياه في الحياه. لا تناسبيه اضلاع المثلثين. نحسبوا المثلثين شكون من الاضلاع تاعه؟ كاين ا بي ها هو المثلث ا بي سي. شكون من الاضلاع تاعه؟ كاين ا بي كاين ا سي وكاين بي سي. المثلث الكبير ا تي ار شكون من الاضلاع تاعه؟ ا تي تي ار و ا ار. هذو ستة نحسبوهم بهذه الخاصية. من غير هذو ستة ما نقدرش نطبقوا الخاصية. صحيح؟ هذا مبرمج علينا كيما هكا. شنو خاصني؟ خاصني بي ار ولا تي سي. واحد فيهم. شنو ندير؟ الطول الكبير نقص منه الصغير. خاصك ا بي مثلا لو كان عطانا بي ار نقدر نحسب ثاني هذه الخاصية. عطاونا ا ار عطاونا ا ار وبي ار نجمو نحسبو بلا طالس.